بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم تدريبات درس عادل في الطائرة للصف الثالث الابتدائي. أول سؤال: ما سبب فرح أسرة عادل؟ لأنهم سيسافرون. كيف تصرف عادل مع المرأة التي لم تجد مقعدا في صالة الانتظار؟ قام وأجلسها. كيف استدل عادل على مقعده المخصص له في الطائرة؟ من المضيف. لما ربط عادل حزام الأمان؟ لأن الطائرة ستقلع. ما الذي ردده عادل مع قائد الطائرة؟ دعاء السفر. ما الذي أدهش عادلا في الطائرة؟ الأولاد الذين يلعبون في الممرات. وكيف التصرف لو كنت مكانه؟ أنصحهم. ما اسم المطار الموجود في مدينتك؟ مطار الملك فهد. أذكر دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أقترح عنوان آخر للنص: سفر أسرة عادل. استحسن الوالد موقف عادل من الأطفال الذين يركضون في ممرات الطائرة، كيف ذلك؟ أقرأ ما يدعم إجابتي من النص. الآن سنفتح على النص من الكتاب ونقرأ ما قاله الوالد. أحسنت يا عادل، فالطائرة وسيلة للسفر، هي تحمل ركابا من أجناس متنوعة وأديان مختلفة. كفى كفى، يبقى هو أحسنت يا عادل. هل يمكن أن أحاكي عادلا في تصرفه؟ نعم. وعلل إجابتي. لأنه تصرف صحيح. أحسنت. أربط التصرف في القائمة ألف بدلالته في القائمة باء. قام عادل عن مقعده لتجلس المرأة فيه. حسن الأدب. حسن الأدب. طيب، نفذ عادل تعليمات السلامة. التزام النظام. طالع عادل المجلة. الثقافة وحب القراءة. ركض الأطفال في ممرات الطائرة. سوء التصرف. نشوف الإجابات، إجابات كلها صحيحة كما نرى. أضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة. الذي أرشد عادلا إلى مقعده هو المهندس المضيف. 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 عندما استقر عادل في مقعده ربط حزام الأمان. حزام الأمان. قال الأب لابنه عادل: الطائرة وسيلة للسفر. إجابتك صحيحة. أختار لكل كلمة ملونة من القائمة ألف ما يناسبها في القائمة باء. دخل عادل المقصورة. كلمة المقصورة مكان جلوس المسافرين في الطائرة. سمع عادل ضجيجا دجيجا صوتا عاليا مزعجا. نريهم صورة مشرفة مشرفة حسنة وجميلة. استعدادا لإقلاع الطائرة. لإقلاع انطلاق الطائرة وارتفاعها. نرى الإجابات: المكسورة مكان جلوس المسافرين، ضجيجا صوتا عاليا، مشرفة حسنة وجميلة لإقلاع لانطلاق الطائرة وارتفاعها. أصل الكلمة بضدها. أرشد أضل. أضل. حافظ أهمل. أهمل. استقبل ودع. إقلاع هبوط.
أكمل خريطة المفردة الآتية: أقلعت ضدها هبطت، معناها طارت، نوعها فعل. الكلمة في جملة: أقلعت الطائرة. أقلعت الطائرة في وقتها، أقلعت الطائرة من المطار، أقلعت الطائرة. أقرأ الجمل وألاحظ الكلمات الملونة. عندما دخل عادل المقصورة وجد المضيف في استقباله فأرشده إلى المقعد المخصص له. الكلمة الحمراء: المقصورة. أخذ عادل يطالع مجلة للأطفال، وبينما هو يقلب صفحات المجلة سمع ضجيجا. الكلمة الحمراء: ضجيجا. لابد أن نريهم صورة مشرفة للمسلم الذي يتحلى بأخلاق الإسلام. الكلمة الحمراء: مشرفة. ربط عادل حزام الأمان استعدادا لإقلاع الطائرة، وأثناء ذلك استمع إلى تعليمات السلامة. كلمتين حمراء: لإقلاع وأثناء. نستخرج من النص ثلاث كلمات تحوي الشمسية، مثل الطائرة، الرحلة، السفر. ثلاث كلمات بها: القمرية، الوالد، الأسرة، المطار. مد بالواو للصعود، المكسورة، يركضون. تاء مفتوحة، وصلت تعليمات صفحات. تاء مربوطة، يدوية صغيرة، صورة. هذه هي الأشياء المطلوبة. أكمل الجملة الآتية بكلمتين تنتهيان بتاء مربوطة: أستمتع في الطائرة بقراءة القصص المفيدة والمجلات العلمية. أكمل الجملة الآتية بكلمتين تنتهيان بتاء مفتوحة: الأطفال يركضون في الممرات ويعبثون ب محتويات. أحسنت. أكمل ما يأتي بكلمات تحوي حروف مد على نمط المثال الأول. هذا ليس من الدرس. عادل، أي كلمات فيها مد بالألف: باسم، صادق، ماجد، جاهز. صعود، هبوط، جمود، عمود، سدود. كبيرة، صغيرة، جميلة، عريضة، مديرة. وهنا إملاء المنسوخ نقلده ولا نكبر ولا نصغر عنه. لا المنظور هنا سنستخدم إلا. جلس المسافرون على المقاعد إلا امرأة، المستثنى هنا يكون عليه فتحتين. صعد المسافرون إلى الطائرة بهدوء إلا طفلا، المستثنى يكون عليه فتحتين منصوب بالفتحة. هنا سنضع كلمة يميل شمال مع الاستفادة من المثال الأول. يقف فواز بجوار المدرسة. هنا نقول: يقف فواز يمين المدرسة، تقف الحافلة شمال المدرسة، شمال المدرسة، شمال المدرسة. هنا تقف نورة بجانب السيارة. أنا أقول: تقف نورة شمال السيارة، شمال السيارة، تقف السيارة يمين نورة، يمين نورة. هنا المثال الأخير موجود تحت: تقف السيارة قرب الشجرة. هنقول: تقف المدرسة شمال الشجرة. وهنا غير مش باين عشان التصوير مش واضح هنا. نقرأها من هنا: تقع المدرسة شمال السيارة، تقع الشجرة يمين السيارة. لأن هنا ظهرت الأسئلة. هنا أرسم بخط جميل، هذا أكتبه بخط جميل. أترك مسافة في البداية، أضع قوسين، الألف تحت الألف، الكاف تحت الكاف. لا نكبر ولا نصغر الخط، ونبدأ من الخط من أسفل.
ثم نصعد لأعلى حتى نقلد الخط الذي أمامنا، لأننا لو كتبنا من أعلى سنقلد ما كتبناه. نبدأ من أسفل، أرتب هذه الأفكار حسب ورودها في النص ثم أكتبها لأكون فقرة. بعد ما نرتبها نكتبها تحت. أول شيء، صعد عادل الطائرة بهدوء. ثاني شيء، وجلس على مقعده. وجلس على مقعده. ثالث شيء، وربط حزام الأمان استعدادا لإقلاع الطائرة. ثم استمع إلى تعليمات السلامة. ثم وردد دعاء السفر. وفي النهاية، ثم طالع من مجلة للأطفال. وهكذا، أول شيء صعد، ثاني شيء جلس على مقعده، ربط حزام الأمان، استمع لتعليمات السلامة، ردد دعاء السفر، ثم طالع مجلة الأطفال. نكتبهم بالترتيب في الأسطر الموجودة في النهاية. وهكذا أظن أننا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. التدريبات انتهت، وفي الختام لا تنسوا الاشتراك واللايك. اللايك يفرق معنا كثيرا، فلا تبخل علينا باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.